ازيكم؟ النهاردة حوريكو عرايسي التريكو. ده كان من فيديو على اليوتيوب ازاي تعمل خروف، جربته وقلت اعمل منه دبة. دي كانت عروسة كده برضو اول مرة اجربها، ستايل بحري. بحب برضو شكل ذات الرداء الاحمر. هنا لما عملتها بقماش اللي هو بتاع المرايل بتاعت الأطفال، دي أحلى عروسة عملتها تريكو. لبستها فستان سموكس، حاجة اسمها سموكس كده زي التطريز، وعملت لها كمان بلوفر قدها. أحلى واحدة عملتها والله. دي اسمها فوزية وبنتها سميرة. احنا التلاتة سكر نباتة دول عملتهم من اعادة تدوير علف شامبو فاضية. دي جربت اعملها وعدت اعملها تاني، دي اخر شخصية عملتها، كلهم ستايل كده بتوع زمان.